في الوقت الذي كان فيه الاستعمار الفرنسي يصر على إبادة الشعب الجزائري واغتصاب أرضه، ظلت الجزائر تنجب أصوات أبت الرضوخ لنوايا هذا المستعمر. خير طبيبة مشكلة سلقا إذا كتشم صالحة هو الاسم الذي اختارته الشهيدة زبيدة ولد قبلية عندما قررت الانغماس في قلب الثورة وبكل شجاعة من أجل ضخ روح المثابرة في صفوف جبهة التحرير الوطني. الشهيدة صالحة كانت مسؤولة نتاع قطاع الصحة في منطقة معسكر المنطقة السادسة، وعاشت لمدة سنتين في جبال منطقة بني شقران وسعيدة واستشهدت. من واجبنا أن ننقل رسالة هؤلاء الشهداء وهي أمانة إلى الأجيال حتى يتعرفوا على التضحية الجسام التي بذلتها حرائر الجزائر. من خلال فيلم يحاكي بطولة الشهيدة ولد قبلية تم تجسيد شخصيتها القوية والتي ساهمت وبشكل كبير في الدعوة والتعبئة للعمليات الفدائية. تقيسك هضاف تاع بنادم في الطريق بلا ما تدفنه ضد مصداقية الصورة ويتنافى حتى مع قيم الدين تاعنا. الشهيدة زبيدة ولد قبلية هي كانت طبيبة عسكرية. أنا الشيء اللي نقدر نقوله على هذه الشخصية يعني على هذه الشهيدة كانت عندها قوة نقدر نقول قوة صامتة، لأنها كان عندها الكاركتر كما نقول إحنا الكاركتر، وكانت عندها رؤية بعيدة اللي ما كانتش تشوف لهذاك الوقت فقط. رغم استشهادها في سن مبكر إلى أنها خلدت تاريخا حافلا بالإنجازات والتضحيات التي ضمت اسمها وصنفت ضمن كبار الشخصيات الثورية.